فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في الفترة الأخيرة تكثر، يقول، شكوى بعض الأزواج من امتناع زوجاتهم عن الجماع بسبب أو بدون سبب، مما أدى إلى وقوع بعض الأزواج في النظر الحرام، فما نصيحتكم للزوجات في هذا، وما الواجب عليهن؟ الواجب عليهن أن يبذلن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعاها ولو كانت على ظهر قتب تجيبه إلى ذلك، إذا دعاها إلى الفراش تجيبه إلى ذلك على أي حال كانت، ولا تعتذر. ولو دعاها في الليل وأبت أن تأتي فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، باتت وزوجها غضبان عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.